بسبب فيروس كورونا. أولى الجامعات المصرية بتعلن إلغاء الامتحانات الشفوية وتكملة الدراسة أونلاين وفرصة تانية للامتحانات سواء المشتبه فيهم بفيروس كورونا أو المصابين بفيروس كورونا. في الفيديو ده على قناتكم التعليمية مستر مانويل. لو ما كنتش تشترك معايا في القناة عشان يوصلك كل الأخبار التعليمية والخدمية وكورسات وحاجات مفيدة في اللغة الإنجليزية. ولو مشترك دوس لايك، ولو عندك أي تعليق بالنسبة للفيديو سيبه وأنا هرد عليك إن شاء الله. هنتابع مع بعض دلوقتي التصريحات اللي طلعتها أولى الجامعات المصرية بالكلام اللي أنا قلته ده إن شاء الله. وافق مجلس شؤون التعليم والطلاب ظهر اليوم الخميس 17/12 برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة اسكندرية لشؤون التعليم والطلاب استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2020/2021 واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بناء على الأوضاع الصحية وحرصا على سلامة كافة المنتسبين للجامعة ومنها. طبعا ده القرار يا جماعة بدأ بجامعة الإسكندرية، لكن من الواضح يعني في تفسيرات كتيرة بيقولوا إن القرار احتمال يتطبق على جامعات كتيرة، فتابعوا معايا القرارات اللي طلعت لأنها بنسبة كبيرة ممكن تطبق على باقي الجامعات. السماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد أونلاين فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمي للمقررات دون إخلال بالمنهج، يبقى هيكملوا الدراسة أونلاين. رقم 2 إلغاء الامتحانات الشفوي التي لم تجرى بعد وأضاف درجاتها للامتحان التحريري أسوة بما تم في العام الماضي. دول أول قرارين خدتهم الجامعة. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2020/2021 بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة عن تباعد اجتماعي واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير والتعقيم. إنهاء أعمال الامتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يتسنى للكلية الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني. وكمان قالوا إن هندي فرصة للناس اللي هم مصابين بفيروس كورونا أو المشتبهين فيهم فيروس كورونا. تابع معايا كل حاجة على القناة واشترك معايا وفعل الجرس على كلمة أول عشان يوصلك كل الأخبار التعليمية. شكرا ليك.